مباراة الأهلي و المازيمبي. احنا ما اتقابلناش طبعا بعد حتى مباراة الزمالك، ولكن خلينا نتكلم بشكل عام في الفترة الأخيرة قبل ما نتكلم تحديدا عن مباراة مازيمبي. شايف الأداء عامل إزاي من وجهة نظرك، أو المستوى الفني للنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة؟ يمكن مستوى الفني بالنسبة للنادي الأهلي على مستوى الدوري المحلي في الفترة الأخيرة ما كانش مطمئن، ولا كان غير مقبول، كان يعني مش مقبول بالنسبة لنا. العروض ما كانتش كويسة، بدأ من ماتش البنك الأهلي خسارة 4-3، وبعدين تعادل مع إنبي وخسارة من الزمالك. يمكن الفترة دي كانت مش مطمئنة بالنسبة لنا، بالنسبة لجماهير النادي الأهلي كعروض ومستوى فني بالنسبة للعيبة. وفي فرق بقى على المستوى الأفريقي، المستوى الأفريقي شفنا شيء من التركيز زيادة عن اللزوم بشكل كبير جدا، ليه أداء فني أحسن. حضرتك قلتها تركيز يمكن أكتر؟ آه طبعًا، أوكي. يعني ومن الواضح إن اللعيبة حتى بطولة أفريقيا الهدف الأساسي قدامهم في الوقت الحالي، لأن هي الأقرب، يعني هي خلاص قدامها بالكتير. أنت قدامك ماتش، وربنا يكرمنا نعدي الماتش اللي جاي، هيبقى فيه ماتشين وتاخد بطولة أفريقيا. فاللعيبة حاطة الهدف الأولاني قدام عينيهم هي بطولة أفريقيا. الدوري يمكن عشان لسه فيه وقت طويل وكم كبير جدا من الماتشات، حتى لو تعطلت شويه ممكن ان انت تعوض بعد كده. فمن الواضح ان التركيز في المباريات الافريقيه وعلى بطوله افريقيا من ناحيه اللعيبه اكتر من الدوري المحلي، وده كان من الاسباب اللي كان هناك فيه يعني تفاوت في المستوى ما بين الماتشات في الدوري المحلي وما بين الماتشات في افريقيا. بنشوف ماتشات افريقيا ان الاهلي ما بيجيش فيه جوان، 6 مباريات ما فيش اهداف، ده بيدي لك ان اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا ان هي تكسب وان هي ما تخسرش. انت في الدوري في 3 ماتشات جه فيك 8 اهداف، 8 تجوان دول كانوا بيجوا فينا على مستوى السنه كلها في الدوري. فهو ده الفرق. ويمكن انا بدي اللعيبه العذر في كده، لان برضو الحصول على بطوله افريقيا فاضل 3 ماتشات مهم جدا ان احنا نركز فيهم بشكل كبير وبشكل كويس جدا، بحيث ان احنا ربنا يكرمنا ونقدر ناخد البطوله دي، واللعيبه تكافئ نفسها على التعب اللي هم تعبوه خلال الفتره اللي فاتت. طيب الفتره اللي جايه برضو هيكون فيها، ما احنا هنفضل نلعب دوري، الدوري لسه في وقت. ما انا بتكلم إنه... انا بتكلم ان الدوري لسه فيه ماتشات، احنا لسه ما خلصناش. النادي الاهلي فاضل له 6 ماتشات الدور الاولاني ولسه 17 ماتش. لا انا بتكلم ان انت هيفضل، يعني احنا ازاي نوازن ما بين الاثنين؟ ازاي تقدر اركز هنا واقدر اركز هنا؟ هي حت يعني هتمشي لوحديها، لان بطوله افريقيا باذن الله 3 ماتشات وهتخلص، فانت مش هيبقى قدامك غير الدوري بعد كده. وانت لغايه دلوقتي حتى بعد ما تعطلت في ماتش الزمالك وماتش البنك الاهلي وماتش انبي، انت لو لعبت ال6 ماتشات انت الاول على الدوري برضه. صحيح. فيعني انت ما عندكش مشكله في الدوري باذن الله خالص يعني. فبطوله افريقيا 3 ماتشات وهتخلص، ربنا بس يكرمنا ونقدر ان احنا نحتفظ بالبطوله دي السنه دي يعني. وانا بسال حضرتك من شويه قلت لي ال3 ماتشات اللي جايه وبطوله افريقيا تخلص ان شاء الله، يعني هل حضرتك، ما هو من كلامك ده ان انت هتوصل النهائي وتكسب النهائي باذن الله. طيب الأداء اللي شفته في مازيمبي مطمنك في يعني في المباراة الأولى؟ لو قلت لي الأداء اللي قبله في مباراة الزمالك تحس برضو إنه مهما كانت مباراة الزمالك مختلفة تماما عن أي مباراة في الدوري، تحس إن أنت برضو الناس قلقت شوية لما رجعنا لعبنا مباراة مازيمبي في الشوط الأول، أو المباراة كلها الحقيقة، لأن أنا بعتبرها كلها يعني الشوط الأول، الناس ابتدت يرجع لها ثقة تاني، وحضرتك تعلم جمهور الكورة شوية وشوية. لا طبعا الماتش بتاع مازيمبي، ودي ماتش مازيمبي دون بيبين لك المعدن زي ما انت قلت في الانترو على فكره. المعدن الكويس بتاع لعيبه النادي الاهلي على مدار الاجيال ومدار التاريخ كله. لعيبه النادي الاهلي اي كبوه بتحصل لهم بيعرفوا يرجعوا بسرعه، وبيعرفوا يستعيدوا ثقتهم في نفسهم وثقتهم في جماهيرهم بسرعه، وده اللي حصل في ماتش مازيمبي. على فكرة ماتش الزمالك انا ما بعتبروش كبوة، انا بعتبره يمكن قرصة ودن. أوكي. ودي من بالنسبة لي انا ماتش الزمالك ده هو الجرس اللي هيخلينا ناخد بطولة افريقيا، يعني جرس الانذار اللي هيخلينا ناخد بطولة افريقيا باذن الله. يا كابتن تصدق وجهة حصل نظر في الوقت ده اللي وجهة حصل نظر رايحة اللي حضرتك بتقوله ده، انه ما حدث في مباراة الزمالك وخسارتنا 3 نقاط هيخلينا نركز اكتر الفترة، ناقوس خطر يعني دق بدري
وهيفوق اللعيبه، وده اثاره بانت في ماتش مازيمبي ان اللعيبه رجعت. كان يمكن كان في شيء من الاستهانه شويه بالفرق الاخرى وعدم التركيز، فيمكن الخساره من الزمالك، لان انت ماتش الزمالك ده لو اتعاد 100 مره ما نخسرش. لا يعني هو اللي زعل ان يعني كل الاحترام لفرقه نادي الزمالك طبعا، ولكن كره القدم دلوقتي انا يعني يمكن انا معظم الماتشات بعرف نتيجتها قبل ما تتلعب، لان خلاص دايماً مفيش مفاجآت. كره القدم دلوقتي امكانيات لعيبه، بتحط امكانيات لعيبه بتاعت فرقتك قدام امكانيات اللعيبه اللي انت بتلعب ضدها، لو الكفه في صالحك انت بتكسب. صح. ففي ماتش الزمالك ده زي ما بقول لك هو يعني جرس انذار فوق اللعيبه، وهو ده اللي هيبقى السبب الرئيسي ان احنا هنكسب باذن الله بطوله افريقيا، الخساره من الزمالك. لان مع احترامي لفرقه الزمالك لو الماتش اتعاد 100 مره، احنا الشوط الاولاني كنا خسرين 1-0 بسببنا احنا، مش بتفوق الفرقه اللي بنلعب قدامها. الشوط الثاني لما شدينا حيلنا شويه تعادلنا، ولو شويه وهنكسب يعني الامور كانت ماشيه في اتجاه الفوارق اللي. الفوارق الفنيه ما بين الفرقتين واضحه جدا. وبعدين خسرنا بكره برضو يعني، فده كان قرصة ودن. أوكي. يعني كانت قرصة ودن. كرة القدم دايما بتشوف فيها. بالظبط، قرصة ودن نتيجة العروض اللي قبل كده اللي ما كانتش كويسة. اللي هم ماتش البنك الأهلي وإنبي، يعني كان المستوى مش كويس. فكانت قرصة ودن عشان نفوق على الثلاث ماتشات بتوع أفريقيا اللي جايين بإذن الله. ولكن أيضا في ظل هذه الظروف الصعبة وفي ظل هذه التوقيتات اللي احنا لعبنا فيها، أو التوقيت اللي لعبنا فيه في مباراة مازيمبي، قدرت تعمل من وجهه نظري، ما اعرفش برضه هسمع وجهه نظر حضرتك، قدرت تعمل مباراه جيده، نتيجه خادعه ولكنها مباراه جيده. مباراه جيده جدا كمان، احنا قبل الماتش كل الناس كانت متخوفه مش من فرقه مازيمبي كفنيا، لا من الظروف اللي انت هتلعب فيها. بتلعب في ملعب ترتان، درجه حراره عاليه، نسبه رطوبه عاليه، بتلعب في وسط ملعب ليه طقوس خاصة، ملعب مازيمبي ده ليه طقوس خاصة. مفيش فرقة مصرية كسبت مازيمبي في هذا الملعب من فترة طويلة جدا، جمهور مالي الملعب، فالطقوس دي كانت هي اللي مخوفانا. ولكن اللي متابع فرقة مازيمبي واتفرج عليها فنيا نقدر نقول ان هم يعني في حدود المعقول، يعني نقدر نقول ان هي فرقة جيدة، مش هنقول ان هي ولا متوسطة ولا كويسة قوي، فنيا هي فرقة جيدة، ولكن اللي كان مخوفنا الطقوس اللي لعبتنا هتلعب فيها. اللي يقدر يلعب في الطقوس دي ويبرمج نفسه ويبين شخصيته وشخصية النادي الأهلي من خلال الأداء، سواء على المستوى الهجومي أو المستوى الدفاعي في ظل الظروف دي، لا يبقى لعيب تقيل ولعيب كويس ولعيب أنت تطمن له وتدي له كل ثقتك، وده اللي شفناه في الماتش. طيب شفت المواجهة ما بين كولر وناداي، زي الأمين ناداي مدرب مازيمبي؟ لا طبعا احنا مستر كولر يعني ابتدى الماتش بشكل كويس من ناحيه التشكيل، انسب ناس لعبت، ودايما انت كل ما بتحط كل واحد في مكانه والاحسن هو اللي بيلعب، انت بتريح نفسك وبتريح فرقتك وبتريح جمهورك، غير لما بتبقى في حاجات مش طبيعيه بتحصل فبتفرق معاك. فهو مستر كولر حط تشكيل كويس، ابتدى باحسن ناس، طريقة لعب اللي ما بيغيرهاش، وانا متفق معاه جدا، دي احسن طريقة لعب بتناسب امكانيات لعيبة النادي الاهلي. ادينا بشكل كويس جدا، يمكن ضيعنا 3-4 مش فرص، اهداف مؤكدة كان ممكن نجيبهم اجوان، وفي نفس الوقت برضو كان في فرصتين او 3 لفرقة مازيمبي. مصطفى شوبير طبعا تألق وادى المباراة بشكل كويس. صحيح. جدا. فالمحصلة فيها مكاسب كتير. من احدى المكاسب ايه؟ انت في لعيبة كسبتها، احمد عبد القادر ابتدى يرجع وابتدينا نشوفه، ده مكسب من المكاسب بتاعة الماتش. نمرة 2 عودة بيرسي تاو من الاصابة، ده مكسب من مكاسب الماتش تقدر تستخدمه في الماتشات اللي جاية. عودة رضا سليم، وجود وسام ابو علي كراس حربة، في لعيبه على فكره اسلام اللي بتجيبها اللعب الماتشات كل ما بيلعب. فهو وسام لعيب كويس، امكانياته كويسه، بيلعب بدماغه كويس، متحرك سريع، بيجري كتير، بيتحرك من غير كوره كويس، ممكن تستفيد منه انه يفتح لك مساحات لعيبه خط النص اللي بتيجي من تحت لقدام، بس عايز يلعب ماتشين 3 ورا بعض، هتبتدي تشوف امكانياته وتشوف مستواه بشكل كويس. فالماتشات الماتش بتاع مازيمبي كان فيه مكاسب كتيره جدا، عوده لعيبه كتيره جدا لمستواها، عوده لعيبه مصابه رجعت، تالق مصطفى شوبير، ان انت طالع برده ما جاش فيك اجوان في ماتش بره في ظل الظروف دي. صدتين ثلاثه لا فيهم واحده صعبه جدا اللي هو طلع عامل زي دي حاجه انا افتكرتها جون. انا يعني انا مش على فكره الكوره ما كانتش باينه. بالظبط. هو المخرج كمان ثلاث ارباع الماتش مش شايفينه. المخرج كان جميل جدا يعني بيسرح
الظاهر بينام بينام يعني ما بين كل هجمه وهجمه ينام، فاحنا وبختنا كنا معاه. بس شوبير مصطفى عمل ماتش كويس، وزي ما انت قلت برضه في الانترو احنا كسبنا جون يدينا مستقبل بالزبط. في المستقبل هو وجود محمد الشناوي الحارس أيوة. الاول لانه خلي بالك حضرتك الناس بتلعب في المنطقه دي دلوقتي بالظبط اللي هي منطقه ايه. طب انتوا بقى ورونا هتعملوا ايه بقى الشناوي. طب كولر هيعمل ايه بقى لما شو. لا انا امبارح كنت في مداخله في احدى القنوات واتسالت السؤال ده، بس طبعا ضحكت يعني عرفت اطلع منه صح يعني. احنا برضه عشان نوضح لاي حد وعشان اللي هيقول يا كابتن ايوه الوحيد اللي يقدر يقرر هذا الامر انا اسف مش حضرتك ولا انا ولا حد من جمهور النادي مستر كولر طبعا. بس بيبقى في بشاير بتبقى في يعني في اساسيات. ايه هي الاساسيات؟ انا لو اتكلمت في المنطقه دي انا اتكلم على شوبير، كسبنا حارس واعد قدرنا ان هو هيبقى مستقبل النادي الاهلي في السنين اللي جايه، ولكن عندنا حارس مصر الاول اللي هو محمد الشناوي. محمد الشناوي انت بتستفيد بيه في كذا حاجه عشان الناس برضو ممكن ما توصلش للكلام ده، كحارس مرمى وهو واقف صحيح. بيحرس المرمى، وككابتن تيم وكشخصيه قياديه تقدر تقود الفرق. فانت في الوقت دون اللي يقدر يقوم بالادوار دي لا هو محمد الشناوي ومعاه مصطفى شوبير. ممكن بقى قدام شويه على حسب بقى راي مستر كولر ممكن هيبقى في فرص لشوبير اكيد. لو محمد الشناوي رجع وبقى سليم 100% هيكون لشوبير فرص. لا يعني حضرتك مع وجهه النظر اللي بتقول ان اول ما الشناوي يرجع يلعب. طبعا ده الوضع الطبيعي، لان زي ما بقول لك الشناوي مش حارس مرمى بس مش حارس مرمى بس يا اسلام، كابتن تيم قيادي كلمته مسموعه في وسط اللعيبه. يعني مثلا لو ابسط لك، لو دلوقتي في حد من خط الظهر قصر شويه مصطفى مش هينفع يزعق له، او مش يزعق له يعني زي اي حارس بيوجه مش هيقدر دلوقتي، انما لا الشناوي يقدر. الحاجات دي بقى مهمه ما احسهاش غير اللي الناس اللي لعبت. طبعا يعني كل واحد بيبقى ليه ادوار، ولكن شوبير انا هقول له كلمه واحده، هقول له انت يا ابني هيجي عليك يوم هتبقى احسن من ابوك بس كفايه دي اظن بقى يعني دي توديه في حته ثانيه. ابوه كان جوه مصر لا هو كامكانيات وكحارس مرمى هيبقى احسن من ابوه.